بالظبط، هي الفكرة جات لي في 13 إبريل 2016. كنت شايف ناس بتاكل من شجر التوت مزروعة قدام بيتي في مدينة العبور. فسبحان لا انت لازم الله، تقول بيتك فين الاول انا ساكن في عشان ساكن في العبور. الشتا دي بالنسبه لنا يعني تيجوا تنوروا طبعا، يعني ما شاء الله شوارع العبور دلوقتي كلها ما فيش شارع بيخلو من اشجار مثمره ما شاء الله. الحمد لله، يعني الفكره انتشرت بشكل كبير جدا. انا بس عايز اقول في 2016 لما شفت ناس بتاكل من الشجره دي، سبحان الله، يعني قلت انا عايز ازرع الشارع اللي انا ساكن فيه باشجار مثمره بحيث انها تكون صدقه جاريه والناس تستفيد من الثمار دي. فالحمد لله سميت الموضوع بقى شجرها، وبقت مبادره الحمد لله. وكان هدفي في الاول ان انا ازرع مدينه العبور او الحي اللي انا ساكن فيه، بس الموضوع الحمد لله تطور وبقت مصر كلها الحمد لله في المبادره. يعني احنا زرعنا اكتر من 350 الف شجره لغايه دلوقتي، من 2016 لغايه دلوقتي في 17 محافظه مصريه، وكمان في بعض الدول العربيه بتشارك معانا في المبادره الحمد لله. عظيم جدا. انت لوحدك ولا في فريق عمل معاك؟ لا، هو طبعا الموضوع كان في الاول انا كنت لوحدي، بس الحمد لله في دلوقتي في فريق عمل متطوعين. احنا عندنا الاف المتطوعين شاركوا معانا، عندنا اكتر من 100 مؤسسه وشركه شاركت معانا لغايه دلوقتي. عندنا في تعاون كبير جدا مع بعض الوزارات زي وزاره البيئه، وفي معانا جهاز شؤون البيئه، وزاره الثقافه، وزاره الشباب والرياضه، وزاره التخطيط، المعهد القومي للحوكمه، وطبعا المحافظات كلها اللي احنا بنروحها. يعني في تعاون مع المحافظات والمجالس المحليه، ويمكن مؤخرا احنا شايفين درجه الحراره كانت عامله ازاي في اسوان، كانت سجلت اعلى درجه حراره على مستوى العالم، وصلت تقريبا 50 درجه مئويه. فنزلنا بوست على الصفحه ان احنا مستعدين ان احنا نروح محافظه اسوان، وبالفعل احنا اصلا كنا هناك من 3 سنين في جزيره هيصه في اسوان، والحمد لله مكتب المحافظ تواصل معانا وقال لنا ان هو مستعد ان هو يستقبلنا ونزرع اشجار، سواء اشجار مثمره واشجار خشبيه في محافظه اسوان ان شاء الله. طيب، اشجار مثمره واشجار خشبيه، طيب ايه هي الاشجار الخشبيه؟ اللي هي الشجر العادي اللي احنا متعودين عليه، ولا بيبقى لها مواصفات معينه الاشجار الخشبيه؟ بصي، الاشجار المثمره دي اللي احنا اصلا ده الاساس بتاع مبادره شجرها اللي احنا بننشره اساسا، او بننشر الثقافه والوعي ان احنا نزرعها. الاشجار الخشبيه زي اشجار مثلا ايه المهوجن الافريقي او شجره النيم، دي اشجار ممتازه جدا طبعا طبعا، يعني ليها عائد اقتصادي كبير جدا. طبعا الاشجار ليها يعني بتصب في 3 اهداف او اهداف التنميه المستدامه، اللي هو 3 ابعاد: البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي. طب الشجره الخشبيه دي احنا بنرويها بميه صرف عادي مفيش مشكله، او ميه صرف المعالج. من ضمن الاشجار المهمه اللي احنا بنزرعها شجره المهوجني، دي شجره بتكبر مثلا ايه بعد 10 او 12 سنه بتدي 4 متر مكعب من الخشب. متر مكعب دلوقتي بالاسعار الحاليه عامله حوالي 45 الف جنيه مصري. يعني الشجره اللي هي مثلا ب 200 جنيه دلوقتي بالسعر الحالي، بعد 12 سنه من زراعتها تدينا 200 الف جنيه. ده بالاسعار الحاليه، احنا الله اعلم بعد كده الاسعار تبقى عامله ازاي. فهي شجره حلوه جدا، ليها عائد اقتصادي كويس، ده غير انها كمان بتمتص طبعا ثاني اكسيد الكربون بنسبه كبيره. يعني الشجره الواحده بتمتص من 15 ل 30 كيلو جرام من ثاني اكسيد الكربون في السنه. ده غير طبعا ازاله العوالق والاتربه اللي موجوده في الجو.